ايه اكابر يوم اقول قلبي معي، ايه اكذب ايه اعاند وادعي. قلت لك اني انا قلبي معاي، وانت احساسي وشوفي وما اسمعي. ايه اكابر يوم اقول قلبي معي، ايه اكذب ويه اعاند وادعي. قلت لك اني انا قلبي معاي، وانت احساسي وشوفي وما اسمعي. شفت هذا الكون لو ينلى مساء، والقمر يرجع علينا بألف آه. والله إنا ما لبس وما كسى غيرك انت، وانت وينك وانا وين. هذا الكون لو يملى مساء، والقمر يرجع علينا بألف آه. والله إنا ما لبس وما كسى غيرك انت، وانت وينك وانا وين وانا وين. خذ من القلب الخلي قلبي ولي، وخليني ما بين شكي واليقين، وثق وحدد من معاي ومو معاك. تعرف اني كل شوقك والحنين. خذ من القلب الخلي قلبي ولي، وخليني ما بين شكي واليقين، ثق وحدد من معاي ومو معاك. وتعرف اني كل شوقك والحنين. بين عقل وبين قلب وبين روح، والتفاصيل الصغيرة والجروح. اختياري صعب لكن ما لي حل إلا إني أعشقك صمت وبوح. بين قلب وبين روح، التفاصيل الصغيرة والجروح. اختياري صعب لكن ما لي حل إلا إني أعشقك صمت وبوح، صمت وبوح. وايد انحرجت، ما تخيلت الموضوع هالشكل صعب. سيف، مو وقت مصهرتك الحين، لازم اخليك. بكلمك بعدين. يعني شو الحين؟ وافقه ولا لا؟ المهم اني انا موافقه. خلاص يعني؟ إيه اكيد. مرات احس ان عندك هوايه اسمها لعب باعصاب سيف.
زين خلاص خلاص. لا 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 خلينا نتفق. أنت تحب تطبخ ونفسك حلو. الطباخ عليك. أنا بسوي الحلا. طبعاً. شفت كيف اني ما حبيتك عن عباس؟ انا دايما كنت اشوف فيك الشاب القوي. كثير انا فخوره فيك سلطان. بعدين هانت يلا كم يوم ان شاء الله بتصير احسن من قبل. الله يسمع منك ان شاء الله واصير احسن. بتعرف انه انا من زمان جعبالي اجي معك هون على الجنينه ونتمشى؟ الايام جايه صدقيني، وانا كنت احلم بوايد مدن راح ازورها مع شريكه حياتي. اوف دغري عملتني شريكة حياتك؟ وأنا مو بقادر أشوف حياتي من غيرك. هذا الكلام كبير كثير وأنا ما فيني عليه. صدقيني لو أعيش عمري مرتين وأقدم لك إياه هدية ما برد ربع اللي قاعدة تسوي لي إياه. ها نداء الواجب ست يارا. ألو أهلين يارا. إلك عندي خبر بياخذ العقل. السلطان صار عم يقدر يمشي لمسافات أطول. لك إيه؟ ليكو حدي تفضلي شو تحكي معك. مرحبا هلا يارا. الحمد لله ان شاء الله مع الايام بنصير احسن واحسن. جزاك الله خير الله يطول بعمرك. هذه كندا معك. ايه حبيبتي ممتاز. شو الموضوع؟ اوكي طيب اوكي. لا ان شاء الله ما بتاخر عليك. باي باي. أنا لازم أمشي مشان أروح أحضر لحلقة بكرة. عن شو الحلقة؟ يارا عم تقلي بدنا نستضيف سليمان الصالح. الشاعر هذا؟ نمشي؟ يلا. راشد بعد المباحثات والمداولات والاستشارات أظن لقينا موضوع الحلقة الجاية. شو؟ الشعر. أدري إنه هو مو جديد بس نحن جالسين نفكر نطرحها بطريقة مختلفة تماماً لاختلاف في الضيف. يعني أنا جالسة أفكر في ضيف ما يطلع إلا كل خمس سنين مرة. كني عرفته. لا يكون صديقك سليمان. شو رأيك؟ وهذا يعني كيف قدرتي عليه؟ كيف جبتي راسها؟ عيب عليك ده ما خدش في إيدي غلو. ما حد قدر عليك انت، يا زين تكلمتوا في تفاصيل؟ لا طبعا مو لهالدرجة، بعدين هو صديقك يعني ما تروم تساعدنا شوي؟ لا تحاتين، أنا بتصل فيه وبخليه هني وبنتكلم في كل شيء. ثانك يو، مشكور، ما قصرت يا النسيب، أنا بسير الحين عند الإعداد وخبر الكابتن كندا. موفقين.
يا سليمان مبارك كبر الحين والبزنس تغير خلاص. اسمعني مبارك ينوب عني وعن شركائي وعن أهلي بعد، فهمت؟ بس على حسب الاتفاق أني أنا اللي أدير الشركة مو هو. شوف مبارك قال لك أي شيء تسمع كلامه، ما تقول له ولا شيء لأنه هو يعرف كل صغير كل صغيرة وكبيرة، فهمت؟ ألو على راشد، قالت لك يارا؟ يلا يلا أنا جاي، مع السلامة. يلا الله فكك مني. شوف مبارك ما تقول له ولا شيء، أي شيء يقول لك كله حاضر حاضر عمي. حاضر حاضر حياتك الحلوة. كل فديتك كل حياتي كلي هذه سمن سمن هني وكل سلطه كل فديتك حياتي. فايك 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 سيف ترى وايد، وبعدين شد الدلع اللي قاعد تدلعني يا اليوم. يا عمري اذا انا ما دلعتك بدلع منو؟ بدلع بالتليران مثلا؟ ما انت خطيبتي. خطيبتي ترى هذه اللي حد الان ما وافق. شوفي ميثا، نيت على اهلك ترى انا متاكد منهم، بس انا اللي يهمني انت. إذا أنت مو متأكدة خذي راحتك وفكري. لا الموضوع مو كذي، أنا بالنسبة لي كثير مرتاحة وأحس بيننا هذا التوافق والتناسق الفكري كثير. شو عن التناسق العاطفي؟ هذا بعد موجود. خلنا نكمل أكل نرجع المحطة بسرعة. فديت اللي يستحون، تعرفين إن الشمس وايد حلوة وهي معكوسة على وجهك؟ يلا كلي ورانا اليوم كله. أنا مو بقادرة أصبر. سليمان محسسني إني أنا حمل ثجيل، وأنا مو مجبورة أتحمل كل هذا. يا أمي ليش هذا الكلام؟ سليمان مو مقصر عليك ولا على بناته. حتى أنتي تتكلمين نفس سليمان؟ متى بتحسون إني أنا زوجته؟ يعني كل هالسنين متزوجتنا وبعدك لين حينة ما تعودتي على طبعه؟ اتعودت، بس إنها توصل الكرامة لا، وألف لا بعد. صاير شيء أنا ما أعرفه؟ المرة هاي الموضوع أكبر مما إحنا متعودين عليه، مو بسفر ولا سهر ولا قلة اهتمام، في شيء لو واحد عمي بيلاحظه، فما بالك أنا حرمته اللي عارفه عدل. يعني شو؟ عنده علاقة ويا وحدة ثانية؟ مو متأكدة، بس إذا طلع الموضوع اللي في بالي صح اتأكدي ان فيها خراب بيوت. يا امي دامك مو متاكده استهدي بالله ان بعض الظن اثم. كونه رجل اعمال وشاعر فهذا الشيء مميز، بتخيل رح تطلع الحلقه كثير مشوقه. صح، من عاده الاشخاص العمليين ما يكون عندهم وقت لمثل هاي الامور. ما عادش حق سيف، أباك تسوي لي سترة، اسأل الناس عن رأيها في تحويل الهوايات إلى مهنة، لأن هذا اللي يميز شاعرنا هو رافض تماماً، شكله ما يحب القيود ولا الشروط. حبيت هالسؤال وايد حلو، أفكر الناس وايد تحب هالنوعية من الأسئلة. تعتقدي كندا ممكن ناخذ طرف ثاني في الحلقة؟ إذا بدك فينا نستضيف شاعر ثاني آخذ الشعر كمهنة، بناءً على السؤال اللي طلبتي منه لسيف إنه يطرحه. هيك ساعات مبين الفرق بيناتهم هن الاثنين، بين الشاعر اللي بيكتب لحتى تنباع اشعاره وتصير اغاني، وبين الشاعر اللي بيكتب بس لمجرد الهوايه. لازم نستقبل الضيف، ممكن ليش لا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا استاذ سليمان بيكون ضيفنا في الحلقه. حياك الله تشرفنا. هلا والله. على فكره من شوي كنا بسيرته. ايه كنت قاعده اقول لهم عن الضيف واعطيهم شويه معلومات زياده. انا عموما اتفقت معاه على كل شيء، الباقي عليكم انتم. ان شاء الله اكون ضيف خفيف على القلب. أنت شاعر القلب، كلنا من محبينك ومن معجبينك، أكيد الحلقة بتكون مميزة. هاي بخليك مع ميثا وكندا، تتفقون على المحاور الرئيسية، أنا باخذ سيف وأروح المونتاج، ها؟ أنا جاي معك، يلا بطل يلا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. تفضل أستاذ سليمان، تفضل. شرفتنا، أهلا وسهلا. ميثا
ممنوع تتواصلين معاه وتقولين له اي شيء، لا مكالمات ولا رسائل من غير ما تخبريني. حاضر، بس ايش معنى؟ هذه اوامر المحامي، هو فتح فيه بلاغ رسمي، لكن ينتظر الاذن من النيابه عشان يسجل له مكالمه كاثبات. بس خالد انا خايفه الموضوع يكبر. خليه يكبر عشان ينحل. هذه الاشكال لازم تتادب، لان نفس ما نصب عليك بينصب على غيرك. يا سلام، وانا اتفضح عادي بقى. تنفضحين ليش؟ انت نصب عليك بتاخذين حقك بالقانون. نعم بالله. خلاص قلنا لك القانون بيجيب لك حقك. عقب انا باخذ حقي منك. نعم. سلامتك، تبين جشيد؟ ايه؟ جشيد. ايه ده؟ ايه ده المنهالي. لو سمحت. ما تعرفين الجشيد؟ ان شاء الله نكون قدرنا نعطيك فكره عن البرنامج وعن الشيء اللي راح يصير معك بالحلقه. أنا شكلي بعيد الشعر وأصير موعد معاكم مرة واحدة. لا فعلاً أستاذ سليمان، إذا كان عندك فكرة عرضها علينا، خلنا نناقشها وأكيد بنستفيد منها. في النهاية الحلقة تتكلم عنك وعن تخصصك. بصراحة أنا ما أدري إيش أقول لك، بس أنا وايد فوضوي وأشياء كلها عشوائية، يعني مو ببالي شيء. كثير من هدول الشغلتين فينا نسألك عنهم بالبرنامج. آه، كل شيء محسوب علي يعني. طبعاً كل شيء مسجل. طيب ايش رايك استاذ سليمان ناخذك الاستديو وتشوف وين مكانك ووين نطلع بالبرنامج اساسا وتاخذ فكره عن جو العام. اوكي، بس يارا كنا طولت، وينها؟ مو مشكله، هلا بحاكيها تليفون ونشوفها بالاستديو. تفضل. هلا حبيبتي. هلا والله. لا 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 لا، ما في شيء، تطمني الامور طيبه. انت ايش حالك؟ في الدوام؟ يلا عيال، ما باخرك، ما بعطلك عن شغلك، اشوفك، ديري بالك على نفسك. اوكي. منور. بصراحة يعني ما في تصوير ولا شيء، يعني الموضوع وايد رهبة، أنا متوتر. لا تتوتر ولا شيء، كلنا وياك. يارا في كمان شوية معلومات جمعناهم عن الأستاذ سليمان بعد حوارنا معه وصاروا عندك على الإيميل، يا ريت تشوفيهم. ممتاز، الحين بشوفهم. الله يستر بس. خلاص صبايا، ممكن تجهزوا لي بليز التقارير؟ أكيد. يعطيكم العافية، شكراً. يلا بالإذن. ما ادري، موضوع وايد كبير ويخوف. انت يعني ما شاء الله عليك. لا كبير ولا شيء، وبعدين عادي الرهبه تجي حق كل الناس، كل اللي الاستوديو يقول كذي. دقيقتين قدام الكاميرا تروحي. وانت عادي عندك دقيقتين؟ عادي. انا اهم شيء عندي ان انت معي. اكيد بكون معك، ما بخليك، لا تحاتي. شفت ايش توا خليتيني ورحتي؟ عادي رحت عشان اطمن على التقارير، وبعدين ترميته وكنده قبضيات يعني يعجبونك. زين، أنا عندي استفسارات وكم سؤال لازم تجاوبين عليهم. أكيد، من عيوني. حاضر، قول. هني؟ وين تبي؟ بصراحة أنا جوعان، ولما أكون جوعان ما أعرف أفكر. إيش رأيك نروح ناكل؟ حاضر. ايش الصمت الرهيب اللي انت فيه؟ مو على اساس جوعان وانت بتاكل؟ انا من اشوف عيونك اضيع، ما اعرف اتكلم. المفروض انا اصدق الحين يعني؟ يعني انت الشعراء كذابين، لا تزعل مني، بس تقولون ما لا تفعلون، صح؟ ولا تنسين، اعذب الشعر اكذبه. بعدين عندك خيارين، يا تصدقين يا تصدقين. ممكن نتكلم في الحلقة شوي؟
ليش تضحك؟ قالها نكتة أنا؟ يارا أنا ما أدري شلون بجابلش بالحلقة. لا ما ينخاف عليك، إن شاء الله نقدها. زين مو كاتلة بطلب. آمل. ألبس نظارة شمسية بالحلقة. ها، ليش؟ عيوني راح تفضحني. ليش؟ راح يبين إن أنا متعلق فيك. ها؟ قصدي راح يبين إن أنا ماخذ راحتي معاك وأثق فيك. زعلتي؟ ليش؟ تبيني أزعل يعني؟ ممكن نتكلم في الحلقة بليز؟ شوف أنا أفكر المقدمة ما تكون مقدمة عادية، يعني نخليها لا تشغلين بالك، لو شو ما يصير بكون انا اقرب الناس لك. بجد شكرا ليك. اهم شيء نخلص من هالموضوع ونفتح صفحه جديده وحياه جديده. اوعدك. قبل لا توعديني ابغاك تكوني واثقه. والله العظيم كل الكلام اللي انا بقوله ده من قلبي بجد. انا اول مره كان في حد في حياتي وخايف عليا بجد. ناوية تنامين في السيارة؟ خلاص يلا وصلنا انزلي. تصبح على خير. انت يا الله. مضيع شيء؟ ما شفتي منديل مكتوب عليه؟ لا. زيد ايش داش قبل هذه وينها؟ اكيد غسلوها. شنو؟ انا كم مره قايل لك قبل ما تغسلون ملابس تشيكوا على الاغراض اللي فيها. سليمان ايش فيك؟ انت تضيع وانا اتورط؟ ربي عيالي يهتمي في البيت واخشى لقط ملابسي. بس عاد بس ربي يا ربي ذلتيني بالسالفه عيب مربيه وافتك. الله يكون في عون بناتك اذا هذا تفكيرك. الله يكون بعون ان عندي واحده تهتم باغراض عيالها. ايش فيك الحين كل هذا عشان منديل؟ اي عشان منديل لانه مكتوب شيء مهم داخلي. والله أول مرة أشوف إنسان عاقل يكتب شيء مهم على منديل. تدرين شلون؟ شرح علي أنا اللي قاعد أتكلم مع واحدة مستحيل راح تفهمني. وفاء بقولك انا عايزه اكتب من عندك حاجه عن الشعر تساعدني في اعداد الحلقه ممكن؟ ليه كل ده؟ ركزي في القصيده نفسها. ازاي يعني؟ ركزي على اللحظه، يعني لما تحضري للحلقه اعملي اسئله عن حياته، عن طفولته، عن ذكرياته، ولما يلقي القصيده اسالي من خلالها. انا مش فاهمه انت قلقانه كده ليه؟ انت بتحضري كتير قوي للحلقه دي. انت شايفه كده؟ سليمان شعره رقيق وحساس ورومانسي، اول ما يقول القصيده اسالي من روحها. ما هو عشان حساس انا خايفه، عارفه يعني انا حاسه ان كل الحاجات اللي هو بيقولها عاده تبقى من تجربه شخصيه، وبرده في نفس الوقت مش عايزه ازعجه ومش عايزه اقعد انبر في حاجات شخصيه ومش عايزه اتكلم فيها. فبس لا اوعي تخافي عليه، الشعراء بيعرفوا يتكلموا كويس قوي قوي قوي. وبعدين الناس مش عايزة تسمعك، الناس عايزة تسمعه هو. أهم حاجة تركزي على القصيدة. معك حق،
انت عارفه يا فوفا المفروض بصراحه تشتغلي معانا في الاعداد، كندا تروح بيتهم على طول. خليني في شغلي، هو انا لاقيه وقت؟ لا ما شاء الله ما ينخاف عليكش. بقولك ايه، لو احتجتي اي حاجه كلميني. اوكي وانت كمان، يلا باي. باي يا حبيبتي. فظيعه يا فوفا. مالك يا حبيبي، في حاجة؟ لا ما في شيء. أقوم أعمل لك أي حاجة؟ لا مو ناقصني شيء، بس يعني قاعد أفكر بكم شغلة بس. حاجة في الشغل؟ لا لا مو في الشغل. لا تحاتي لا تحاتي. أنا أحبك ترى لو يقلب مزاجك، بس ليه ما شاركك لو يقلب مزاجك؟ رغم الظروف ورغم نفسيتك هذه، أموت ساكت ولكن مرضى إزعاجك. الحب لجلك وبه قاسمتك أشيائي، إحراجي إني أجنب نفسي إحراجك. ناديني باسمي وأنا بزهمك في اسمي، لأنك أنا وشايفك بسراعي ومعراجك. يا الساكت اللي أحبك لا حكى همسك، لجل الغلا حطم الله برجي وعاجك. تفهم أحبك، كرر وقول بحبك، ونفسي عزيزة ولكن ما بي أفراجك. حريتي أنت وانتي روحي ونفسي، مالك بديل وبدل لو عشت بدراجك. والمركز الأول الله خالقه حنا، وحنا أمانة بديك وحنا يحتاجك، وحنا أمانة بديك وحنا يحتاجك. لا لا خليني بروح. أكيد؟ قادر قادر. طيب حبيبي انتبه على حالك أنت وعم تمشي، وإذا بدك أي شيء فوراً اتصل فيني. أكيد. السلطان أنت ما بتعرف إنه هي أحلى لحظة بعيشها بعمري وحياتي. عن جد هي هي اللحظة اللي كنت عم بتمنى إني أشوفك فيها، وتمشي على رجليك وراجع على البيت. اللي قريباً بيكون بيتك بعد. صدقين كندا، لولا حبك صدقيني ما بقدر امشي مثل الحين، مثل ما شايفتني الحين. الاراده اللي اعطيتيني اياها خلتني ارجع امشي خطوه بخطوه. ما اعرف شو اقول لك غير اني احبك. ما تبين تقولي لي شيء؟ خلص هلا بعدين، تعال خليني اوصلك مشان امشي. انتبه. أنا العظمة الأساسية للحلقة صارت عندي جاهزة وواضحة، بس ما أبي إنه نحن نطلع فيك وتقليديين. يعني أبي المساحة الأكبر تكون للشعر، الناس تبغى تسمعك وتشوفك أنت، تشوقين لك. وأنت سنين صار لك ما طلعت في التلفزيون صح؟ ما عادش حق. زين أنا بحرص إنه المساحة الأكبر تكون للشعر ولك. مشكور على الثقة. أنت نجم حقيقي وتستاهل. بصراحة ما أدري شو أقول لك.
الموقف هذا ما راح انساه، وكلامي زاد مسؤوليتي، وان شاء الله رهانك علي ينجح. ان شاء الله بينجح بفضل ابداعك وبفضل رب العالمين. انا ما احب اسمعني واشوفني، بس الظاهر اشوفني بعيونك، علشان كذي تجرأت وبطلع باللقاء. بس المهم الحين انك تحافظ على الروح الايجابيه هذه. ان شاء الله. سليمان انا ما الومك، يعني في زحمه المستشعرين والمدعيين الناس اللي زيك انتوا شرواك الراقين الشعراء شيء طبيعي انهم يتوزون يتخبون ما يبون يطلعون، بس صدق عاد تظلمون الجمهور تظلمون نفسكم، ان تعطون فرصه لناس ما يستاهلون انهم يطلعون. بس اذا تبوا الصدق ترى الناس تميز. كلامك وسام على صدري، وان شاء الله الله يوفقنا بحلقتنا. ان شاء الله. اقدر اسالك كم سؤال؟ تفضلي. ايش برجك؟ المتورط. سليمان. حتى اسمي بلسانك غير. انا قبل كنت اقول اسمي اسم شياب، الحين صار وايد حلو. لا سجاد، ممكن اعرف ايش برجك؟ الميزان. يا ساتر، خوف. ليش يخوف؟ كنت متوقع بس حبيت أتأكد. سبحان الله، يعني معظم الشعراء والكتاب المبدعين من هذا البرج مزاجيين، ما نعرف لهم طريق. واللي بيدل طريقهم ما عاد يضيعه. المهم أنا اللي أعرفه إنه أنتوا مجموعة شخصيات بشخص واحد. وإذا حبينا نصير شخصين بشخص واحد حق اللي نحبه. تعالي الحين وأسألك عن قصيدة وقول لي والله مو تجربة شخصية وما يخصني فيها وتخيلتها، مو كذي؟ لأن هذا الصج، لأن في أشياء من الخيال، في أشياء من مواقف الناس، في أشياء نتمناها. خلينا في اللي تتمناه. أبشرك لقيتها. ومثل ما تبي؟ أزين مليون مرة. زين، أي قصيدة تحب نبتدي فيها؟ آخر قصيدة كتبتها. أي واحدة؟ هذه. أعرفها زين، محتفظة فيها بعد. من حظك. أنا رمست بعض المسؤولين وراح ناخذ حقوق النشر، وبالنسبه للتوزيع نكلم بعض الجهات المختصه ونضمن الموضوع، بالاضافه لتفعيل بعض الحملات. الموضوع كذي يكون وايد اوكي. وفاء، من الصبح وانا رمس عمري، شو فيك حبيبتي؟ بفكر في روشد. شوفي، حاسه انه متغير، أكيد بيفكر في موضوع الأولاد. أنا أسفة، أسفة إن أنا بتكلم معاكي في حاجة زي دي، بس أنتي صاحبتي وزي أختي. عفا عليك حبيبتي، أنا أختك، قولي لي شو اللي مضايقك؟ حاسة إنه عايز يتجوز بس محرج مني. يتزوج؟ هذا الموضوع وايد كبير. أنا عارفة، عارفة إن ده هيحصل، هيحصل. العمر بيعدي ولازم يكون عنده طفل. الحين شو راح تسوين؟ انا بحبه قوي، بس مستحيل اقف قدام سعادته. دام انك عارفه ان الطب ما منه امل، شو رايك انت تفتحينه في موضوع الزواج؟ الموضوع مش سهل كده. انت عايزاني اسلم جوزي اللي بحبه لواحده تانيه؟ لا لا، انا ما اقدرش اعمل كده. طالما ما في حل ثاني، ليش ما يكون الموضوع تحت اشرافك؟ مو احسن من ما يجيب لك وحده وما تعرفين شو موضوعها؟ مش عارفه، ومش عارفه ساعتها هقدر اكمل معاه ولا لا، بس اللي متاكده منه انه ما يقدرش يستغنى عني. انت عارفه هو عمل لي المشروع ده كله عشان ايه؟ مش عشان اشغل وقتي، لا، عشان بيحبني ونفسه أعمل حاجة مهمة.
سيف أباك تنزل الشارع، سوي تقارير مع ناس عاديين من ثقافات مختلفة، اسألهم يحبون الشعر، من يحبون يسمعون، شنو يحفظون، أوكي؟ حلو، فالس طيب، فهمت علي تسوي تبين. ممكن نتكلم عن برامج مسابقات الشعر. ممتاز، خصوصاً البرامج هذه لها شعبية مخيفة في الخليج. ها، ليش ساكتة كندا؟ لا والله أبداً، بس بحس بظل هالظروف السياسية اللي نحن عم نعيشها، كأنه العالم ما عاد له خلق لا للشعر ولا للشعراء. بالعكس، عشان الظروف السياسية اللي نحن فيها لازم نسوي شيء فيه رومانسية، فيه أمل، مو ننكد على الناس وبس. بعدين في ظاهرة وايد حلوة ممكن نتكلم عنها، ظاهرة شعراء السوشيال ميديا. ممتاز، ممكن نصيغها في سؤال للضيف. ها، على فكرة أنا قريت شوي من النصوص تبعه للشعر وحبيته. سيف أنت فيك تباشر بالتقرير بالمناسبة. ممتاز، أستأذنكم. لا وصيك. ها، لا توصين حريص. زين، أستأذنكم دقيقتين وراجع. ها، دقيقتين مو ساعتين، عندنا شغل. المقدمة علي أنا، لا تتدخلين فيها؟ لا، ما راح أتدخل فيها هالمرة أبداً. أوكي، شوفي يا ستي، أنا جاي على بالي أسألة. شوفي هذا السؤال، خالد أنا عمري ما خدت بالي إنك معجب بيا بشكل خاص. بالعكس، على طول كنت شايفة إنه تعاملني عادي زي اي حد بيعامل بنت خاله. يا كايلا، انا احبك لانك بنت خالي مثل ما احب يارا وفاء، بس في شيء مختلف بالنسبه لك وهذا الشيء وايد كبير. وانا مو ذنبي انك ما حسيتي في هالشيء من البدايه، لان هذا الشيء ما ينقال، ينحس. انا اسفه، كنت ضايعه بفكر في حاجات هبل. للحين ضايعة؟ لا خلص، لقيت طريق. أكيد، ولا بعدك مشغولة بأشياء الهبلة يا هبلة؟ على فكرة أنت كيف تكسفني؟ أنا هقوم أمشي. لا لا، قاعدة قاعدة، أصلاً أنت ما تقدر تخلين الأكل تروحين كله كله. خالد، أنا عمري بجد ما هنسلك وقفتك جنبي. أنت يوم عن يوم بتكبر في نظري أكتر. تايل، هذا واجبي. بعدين عمري كله يرخص لك. بعدين لحظة، اوعي كذا. إيه؟ لا تحركين في شيء. ايه دبانة هنا. دبانة؟ دبانة. ايه، هتسيبي الاكل وتروحي؟ ها،